ما عليك حياك الله اخونا عادل الروقي، يا مرحبا ونعم. صب عليكم وصب على المشاهدين خلف الشاشات، اتمنى نقدم لكم ما يحوز على رضاكم باذن الله. اول شيء واخيرا جيتوا، والله مشتاقين لكم من زمان، والإدارة عطونا حقين ظلم يا اخواني حبايبنا، نبط السيل الا من كبره. وزير انكم وصلتوا، والله ودنا بكم يوميا معنا، والناس يتطلعون صراحة الى معلومات كثيرة، سواء على الجمعية سواء عن ظلم نفسها، وين منطقة ظلم هذه، يبون يعرفون منطقة ظلم. خلونا نبدأ بظلم. خلنا نبدأ مركز يتبع الى امارة مكة، يقع تقريبا شرق الحجاز على الطريق الواصل بين الرياض ومكة، عدد سكانه تقريبا ما بين 15,000 إلى 10,000. يتبع له العديد من الهجر والمراكز أيضا، وأيضا يقع على ملتقى طرق طريق الواصل من القصيم باتجاه الغربية، يا سلام، والطريق الواصل من الرياض باتجاه أيضا الحجاز، كلها تلتقي في نقطة اللي هي مركز ظل. حتى المفرق اللي على الباحة. إيه صحيح صحيح، مفرق من أنا طلعت من الباحة على ظل على الرياض، على الخرمة صحيح، على لا ملتقى الجنوب. موقع ممتاز، ملتقى طرق موقع استراتيجي حقيقة، جدا جدا والله. الجمعية أيضا تخدم 25 تقريبا قرية وهجرة على مساحة 6,000 متر مربع، ما شاء الله تبارك، فيها أكثر من 2,050 مستفيد، ما شاء الله ما شاء الله، بين أسر وأفراد، وتقدم العديد من النشاطات بإذن الله، ونطمح في خططنا واستراتيجياتنا في حال إكمال الوقف بإذن الله أن نوسع نشاطنا بإذن الله، ما شاء الله، يكون في عدد في زيادة المستفيدين، في زيادة في نشاطنا، مشاريعنا، دوراتنا التدريبية، وما نستغني عن دعم رجال الخير بإذن الله. طيب كم عمر الجمعية الآن؟ الجمعية تأسست 1423، ما شاء الله تبارك، مجلس الحديث تقريبا عمره 7 أشهر، مجلس الإدارة الجديد، جديد إيه نعم، يعتبر جديد ما شاء الله. مصارف الوقف إن شاء الله إذا اكتمل بإذن الله، الوقف بإذن الله راح يكون فيه أكثر من مصرف، راح يصرف على، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا، سقيا الماء. منطقة صحراوية تعاني من جفاف وتعاني من ندرة موارد الماء، يمكن إيه في الدرع صعب. إيه أقرب مورد لنا تقريبا 100 كيلو ذهاب و100 كيلو أياب، يمكن خلال اليوم يتوفر 10 إلى 15 رد بس، يعني إذا ما حضرت تفوتك، تنتظر ردود بكرة الموية. بالنسبة للماء هذا؟ إيه هالماء. ما جابوا مشروع؟ والله جاء المشروع ما مر الماء. عندك ما شاء الله طبرجل وسكاك الجوف، إيه تقريبا حوالي 300 كيلو جابوا من طبرجل من بسيطة ما حلوة لطريف، لطريف الطريق الأنابيب إن شاء الله بيجيهم الخير، بيجيهم لكن الخير بيجي بإذن الله. وعلى نقطة الماء أخوي عادل الله يبارك فيك، خليني بس أضرب لكم مثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه موية جديدة يا أبو إبراهيم، سم اشرب منها الموية الجديدة، لا تخاف ترى ما فيها شيء، توني فاكة والله، بسم الله ما فيها، لا حتى رقية ما فيها.